لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج ماهر شاويش. مرحبا بك أستاذ ماهر. على الرغم من رفض بعض الفصائل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني إلا أنه انعقد وخرج الرئيس عباس فيه بأهم موقف فيما يسمى صفقة القرن، كيف ترى موقف عباس من الصفقة؟ أستاذ ماهر تسمعوني؟ أستاذ ماهر تسمعوني؟ السلام عليكم. نعم، أهلا بك أستاذ ماهر، سمعت سؤالي؟ نعم تفضل. نعم، بعد التحية، على الرغم من رفض بعض الفصائل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني إلا أنه انعقد وخرج فيه عباس ليبين موقفه، كيف تنظر إلى موقف عباس من الصفقة؟ صفقة القرن. نعم، حقيقة فيما يتعلق بصفقة القرن يجب أن نكون واضحين وصريحين. السلطة الفلسطينية والسيد محمود عباس يرفض هذه الصفقة صحيح، يعني صراحة وبشكل علني. لكن المشكلة كيف يستطيع السيد محمود عباس أن يعبر عن رفضه، أن يعبر عن أن يصمد أمام مثل هذه الصفقة إذا كان يعقد مجلس مركزي بشكل يعني غير موحد وغير توحيدي وبدون حضور فصائل يعني ذات ثقل كبير في مقدمتها فصائل اليسار الفلسطيني، وأيضا في غياب فصيلين كبيرين مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي. لا يمكن حقيقة مواجهة تحديات كبيرة مثل تحدي صفقة العصر بشكل منفرد وبشكل يعني مبني على تهميش وإقصاء الآخرين ضد الكل الوطني الفلسطيني. لكن برأيك إلى أي مدى يستند عباس للدعم الداخلي في هذا الموقف في ظل الخلاف الفلسطيني الفلسطيني؟ هو أصلا كما قلت لك لا يستند إلى دعم داخلي. هو لو يريد حقا أن يواجه هذه الصفقة كان الأجدى به أن يذهب باتجاه يعني الانسجام مع طموحات أبناء شعبنا الفلسطيني ومع يعني أهداف الشعب الفلسطيني والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني على مذبح الحرية. وبالتالي هو كان أحوج ما يكون إلى توحيد الصف الفلسطيني، إلى عقد الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي تم الاتفاق عليه منذ سنوات، إلى بالحد الأدنى إلى تأجيل هذا المجلس المركزي والى تاجيل انعقاد كل هذه المجالس الوطنيه والمركزيه حتى يكون هناك مجلس توحيدي، حتى يكون هناك يعني جهه تمثل بشكل واضح وصريح كل طموحات ابناء شعبنا الفلسطيني. اما الان فحقيقه اصلا حتى كلمه السيد محمود عباس قبل ان يبدا بكلمته تكلم عن في اشاره الى حقيقه محاوله الى 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 الى, إلى, إلى نقص في الشرعيه، يعني تكلم عن قضيه التغيب، تغيب بعض الاشخاص، تغيب بعض المستقلين، تغيب يعني فصائل كبيرة على هذا المجلس المركزي، وبالتالي كان واضح أن لديه حقيقة نوع من التوجس باتجاه فقدان الشرعية. صائب عراقات كبير مفوضي السلطة أكد أن 70% من الصفقة قد أنجز بالفعل، هل ترى أن السلطة والمنظمة ليسوا على رأي واحد في هذا الصدد؟ لا، هو حقيقة يعني الصفقة قيل أنها سيعبر عنها منذ أشهر، وكل شهر يؤجل إلى الشهر الذي يليه أو إلى شهرين إلى الأمام، لكن على الأرض يتم فعلا تطبيق الصفقة. يعني عمليا الصفقة فيها قضيتين أساسيتين مركزتين، قضية القدس قضية اللاجئين. ترامب بتغريدة واحدة أزاح قضية القدس على الطاولة كما قال، ونقل السفارة الأمريكية من القدس إلى من تل أبيب إلى القدس. وأيضا فيما يتعلق بقضية اللاجئين هو حقيقة قطع الدعم عن منظمة الأونروا، هذه المنظمة التي يعني شكلت من اجل اغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وايضا يعني ذهب باتجاه اكثر قطع بشكل جزئي ثم قطع بشكل كلي، وبالتالي هو حارب قضيه اللاجئين. اذا هو ضرب اهم ركيزتين في قضيه في قضايا فيما يسمى بقضايا الحل النهائي، وبالتالي عمليا اهم بنود الصفقه التي ممكن ان تكون او اهم بنود حقيقه الخطه الامريكيه للسلام عمليا تطبق الان على الارض. يعني الى اي مدى ترى موقف عراقات ربما مبني على قراءة للموقف العربي الذي أظهر نيته لتمرير الصفقة؟ لا، يعني هناك حقيقة حتى نكون واضحين فيما يتعلق بالموقف العربي، الموقف العربي في أسوأ حالاته وفي أضعف حالاته، وربما لاحظت معي موجة التطبيع التي يعني جاءت على أشدها خاصة في اليومين السابقين. يعني ما نلحظه الآن من هذه الهرولة باتجاه التطبيع لا يمكن حقيقة أن يجعل لا عراقات ولا حتى أبو مازن ولا حتى أي فصيل فلسطيني يستند إلى موقف عربي قوي في مواجهة الصفقة. عمليا أصلا أول من نادى في هذه الصفقة هو قطب كبير أو دولة كبيرة بحجم مصر على لسان السيسي، ومن ثم أيضا
ساعدوا محمد بن سلمان في هذا الموضوع. وبالتالي الدول الكبيرة التي يمكن أن يستند إليها أو يعتمد عليها في مواجهة هذه الصفقة هي مع الأسف تهرول، إما تهرول باتجاه التطبيع أو يعني تبرر هذه الصفقة أو تقدم يعني أشياء يعني تقدم نوع من التسهيلات لهذه الصفقة شاءت أم أبت. أخيرا، فيما يبدو أن الموقف الشعبي العربي الذي أظهر رفضه هذا التطبيع له رأي آخر، إلى أي مدى يمكن التعويل على الموقف الشعبي لوقف هذه الصفقة؟ يعني حقيقة إذا كان هناك ثمة رهان فالرهان على الموقف الشعبي، لأن الموقف الرسمي حقيقة خذل الشعب الفلسطيني وخذل القضية الفلسطينية، ولا يبدو حقيقة الموقف الرسمي العربي لا منسجم حتى مع مركزية هذه القضية ولا منسجم حتى مع عدالة هذه القضية الفلسطينية. إذا استمر الموقف الرسمي بهذه الطريقة فحقيقة نحن ذاهبون إلى حالة سيئة وحالة كارثية فيما يتعلق بدعم وأسناد القضية الفلسطينية. ربما الرهان الوحيد كما قلت لك في البداية الجواب على هذا السؤال، ربما الرهان الوحيد يبقى على موقف شعبي داعم ومساند سواء ضد التطبيع أو حتى في دعم القضية الفلسطينية ضد صفقة القرن التي يعني تستهدف مكائد القضية الفلسطينية ومقاوماتها الأساسية. نعم، من اسطنبول عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج السيد ماهر شاويش، شكرا لك.